نستضيف على الهاتف زميلي العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي، اهلا ومرحبا بيك حضرتك الكريم وكل مشاهدي جمهور النادي الاهلي. طمنا يا كريم وطمن كل جمهور النادي الاهلي على بعثه الفريق في اثيوبيا قبل مباراه الغد ان شاء الله امام فريق جيما الاثيوبي في اياب دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. الامور ماشيه ازاي النهارده؟ كمان كان في المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي، طمنا بشكل عام يا كريم. يمكن يا امير كالعاده ان شاء الله باذن الله التاهل للدور 16 يكون من هنا من هذه الصدام وربما مباراتين باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي، لان خطط من التاهيل حتى هذه اللحظه مجهود كبير بيبذل هنا من اداره كبير طبعا اسامه عبد الحفيظ كابتن سامي عبد الحفيظ كابتن سمير عبد الحفيظ قال دور كبير ان انت قاعد في هذه افريقيا سبعه العقبات وخاصه كمان جيما بطل اثيوبيا يمكن اول مره البطوله الافريقيه عنده قصور كثيره جدا في بعض الترتيبات هم مش متواجدين معانا في المكان بيحط عليها 350 كيلو فالتعامل مباشره مع احد اعضاء اتحاد الكره الاثيوبي يمكن حلقه تواصل بينه وبين الكابتن سمير وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ في امور كده كانت محتاجه بعض التوقيت لكن الحمد لله فندق الاقامه الانتقالات الملعب اللي اول اللي ضرب عليه النادي الاهلي كل الامور دي الحمد لله قدرنا النادي الاهلي ان هو يوفرها. لكن لو اتكلمت عن عالم الفريق الحاله المعنويه الحاله البدنيه كمان لعيبه النادي الاهلي نقص الاكسجين انا امير شويه استفاده كبيره بكره واضح جدا نقص الاكسجين يمكن احنا واحنا بنتكلم كمان السيد يوسف واحنا بنتكلم بشكل طبيعي يعني الناس بيبقى ضعيف جدا لان الاكسجين ضعيف فبنتمنى ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي يخوض مباريات في ظروف اسوء من كده ويمكن يبقى ايضا نقص الاكسجين اكثر من كده لكن ان شاء الله باذن الله غدا يكون الطقس مهيئ للمناخ هي المناخ اكيد عن قلنا امير بشكل كبير جدا كان مش مثلا بشكل كبير بالليل الجو ثابت جدا وكمان الرطوبه لسه ما بانتش بشكل كبير ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول بكره يوم مهم في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون ما استقبل الاهلي فيها في المباراه. لو فكرت معاك يا امير التدريب تمام الرئيسي النهارده والاساسي اللي خاضه فريق النادي الاهلي على استاذ الشباب اللي هيخوض اللي هيستقبل بكره النادي الاهلي وجيما بطل اثيوبيا حضرتك التدريب كان مختلف يعني ساعات بكره الساعه 3 بتوقيت مصر كان مفترض ان يكون التدريب الساعه 6 لكن صباحا بدا التدريب في النادي الاهلي استغرب ان يمكن الاتحاد الاثيوبي هنا مرتبط بمباراه في ميعاد قريب جدا من الساعه 3 يعني الساعه 4 كان المفروض تكون في مباراه محليه للدوري الاثيوبي يمكن خلصت كده عبد الحفيظ والكابتن سمير عبد اتكلموا مع المسؤولين وجرب خلاص المباراه 10 صباحا بحضور جميع اللاعبين وبالفعل ده الكابتن محمد يوسف المدير الفني ولاعيبه النادي الاهلي الكره التدريبيه مكثفه شويه من حيث التكتيك من حيث طبعا الجمل هي اللي هيحاول بكره النادي الاهلي ينفذها بشكل كبير لكن انا عارف جدا الامير ويمكن بالامر ده اللي كنت عايز اسالك عليه بصراحه حاله ارضيه الملعب اللي هتستضيف المباراه بكره هتكون شكلها عامل ازاي يا كريم وانتوا اكيد شفتوا الملعب النهارده عن قرب وخصوصا الفريق كان المران الاساسي ليه النهارده على نفس ملعب المباراه. بالظبط جميع انجيل الملعب يمكن في مطبات كتير جدا الملعب في حفر كتيره جدا لو في امطار جت على الملعب ده سبب مشكله كبيره النهارده كابتن يوسف والكابتن تاهر خدوا جوله في كاس وطريقة الملعب بعد النادي الاهلي قبل انطلاق المران حاولت ان هي تدوس في ارضيه الملعب في كل مكان في ارضيه الملعب ده ارض يمكن نقول ان هي صعبه شويه وصعوبه الارض النهارده كمان يا امير كان في حسام عاشور النهارده الليجيون الثاني على التوالي كان مشارك في تدريب النادي الاهلي حسام انت عارف عنده كابتن قوي جدا في الانكل اللي كانت بتعالج بيتي طبعا في القاهره لكن من قبل النادي الاهلي خالد محمود فرقان فرصه بالنسبه للمباراه 19 لاعب انت عارف يا العدد قليل جدا 11 لاعب وسبع يكون خريج البدلاء واحد بس اللي ممكن يكون بره الدستور وممكن يكون علي لطفي يعني شريف الكرم والشباب متواجدين يمكن نتمنى ما يبقاش حسام عاشور هو خارج القائمه لان يمكن بعد تدريبه ليه اليومين على التوالي هنا في تعزيز الملعب يمكن انه نقدر نقول حسام عاشور هيكون على دكه البدلاء مش هيبقى فيها التشكيل الاساسي طبعا عليه بيت اللاعبين علي معلول جاهز بشكل كبير جدا قد اداء رائع النهارده رائع كمان قال كويس في دور كبير كل اللعيبه قاعدين النهارده كان ليها دور كبير جدا في الاستعاره بشكل كبير كبير كابتن محمد في بعض الجمل الكبيره قلنا عمران كعطوبيه ده ركلات الجزاء كل لعيبه النادي الاهلي طبعا انا عايز اكلمك عليه يعني بيفتح 35000 شاب هتكون في حضور مكثف ناس عايزه تيجي تتفرج على النادي الاهلي قدمته الكبير الهجوم والكبار وايضا اول مره بطل من اثيوبيا او جيما كمان بالتحديد ان هو هيكون في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يعني باذن الله الحضور يكون للرجاله المصريه في فريق النادي الاهلي يكون حضور طويل شويه لكن انت عارف يا امير ان شاء الله باذن الله بكره يكون في دوري 16.
يا رب ان شاء الله. طب كريم، عايز اسالك على التشكيل المتوقع في ظل عوده بعض اللاعبين المصابين والمهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، واللي كانوا غايبين على مدار الفترات الكبيره الماضيه، سواء علي معلول، وليد ازارو، احمد فتحي. التشكيل من خلال رؤيتك للمران النهارده ممكن يكون ايه بكره؟ اقدر اقول لك يا امير، يعني بنسبه كبيره من الواضح ان محمد مش جابر بحر فتحي وعلي معلول في التشكيل الاساسي، بيقول لك واضح معروف من خلال الفريق التدريب والتكتيك. مروان محسن هيكون لسه ارضا من اللي احنا لمسناه النهارده من التدريب. محمد طعمه كويس في غرفه الملعب، حمود جابر النهارده كان في تفصيل بس على الاطراف. مروان محسن مع كابتن ناصر ماهر هيكون متواجد بينزل كل دور. خليفه البلي ايضا هيكون ليه دور، يمكن لسه طبعا محمد سليم ممكن يكون في مركز في المكتب، وايضا كمان اما اشرف ممكن يكون في مركز الاهلي مستكلاه، وعلي معلول كابتن احمد يوسف يزال مشروع قدر ان هو يكون متحدد في الجهه اليسرى. لكن بشكل عام موجود امير ولعيب متقارب ان شاء الله، اي واحد متواجد هيكون بدوره باذن الله ان شاء الله، يمكن تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي ورفع عنوانه بعدين في ضابط الاحتياج. طيب كريم، حجم الاهتمام الاعلامي بهذه المباراه، خصوصا ان فريق جيما الاثيوبي مش من الفرق الكبار جدا في اثيوبيا، ولسه صاعد حديثا للدوري الممتاز وقدر ان هو يفوز مباشره ببطوله الدوري، فاعتقد ملوش جماهيريه كبيره. هل ده منعكس على الاهتمام الاعلامي بالنسبه لهذه المباراه؟ يا رب ان شاء الله. موعد العوده تحدد خلاص يا كريم؟ اه العوده امير، يعني احنا واحده بالليل تكون في المطار بدا يبعث ان شاء الله يوم 24 4 تمام. فاكره انطلق بس النادي الاهلي من اثيوبيا ان شاء الله الساعه 7 يوم 24. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي يا كريم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوافيه لبعثه فريق النادي الاهلي في اثيوبيا.